شحات عثمان شحات. ليه كم يوم ما رجعش البيت؟ جمعة بحالها يا بيه، ولا حس ولا خبر. متعود يغيب عن بيته او يبات برا؟ هما يومين والتالت يجي، اكتر من كده ما يغيبش عن البيت ابدا. طيب سألتي عنه عند قرايبه واصحابه؟ ما خليتش بيت الا لما روحت وسألت عنه، والكل جلى شفناه ولا نعرف عنه حاجة. طيب معاكي صورة لجوزك؟ ايوه معايا بيه، ادي صورته. طيب امضي على المحضر واحنا هنعمل الجهاز. انت يا نعيمي ازاي تروحي المركز وتعملي محضر؟ امال عاوزنا اقعد حاطه ايدي على خدي واني مش عارفه الجوزي طريق جره؟ هيروح فين يعني؟ ما كلتها يوم ولا اتنين وتلاقيه داخل عليك زي عوايده. عمره ما غاب عن البيت كده يا رجب يا اخوي. ظروفه حكمت يغيب الغيبه الطويله دي. اني خايفه لا يكون جرى له حاجه يا رجب. حاجه زي ايه يعني؟ يعني مش يمكن حد قتله؟ اعوذ بالله، حد زي مين يعني؟ عفيف الكلام. انت لسه مصدقه بمخي تعبان دي؟ ما صدقوش ليه؟ عفيفي حطه في دماغه من يوم ما جاني هنا، وقال لي ان في حاجه بين شحاته جوزي ومراته عديل، والناس يا اخويا بتلسن عليهم. اما امرك غريب، انت هتصدقي عفيفي وتكدب اخوك يا نعيمي؟ ماني خدت مني الكلام عفيفي وتحريت بنفسي ولقيت ان مخه طاجج ومفيش حاجه بين جوزك ومرات عفيفي. امال بس جيران عفيفي وعديل بيلسنوا عليهم ليه؟ هي الناس وراها حاجه غير الكلام في الفاضيه والمليانه؟ اغزي الشيطان يا نعيمي، ده جوزك طول عمره دي له طاهر. نفسي اصدقك يا رجل بس قلبي مش مطوعني. انت هتفضلي ظنك سيء كده على طول. احوال شحاتي هي اللي مخلياني اشك فيه. يا خوف لا تكوني قلت الكلام ده في المركز. عني ما قلتوش، بس افرض قلت يجرى ايه يعني؟ هتشوشري على جوزك وتسوقي سمعته على الفاضي. طب بس والعمل دلوقت؟ قول لي اعمل ايه؟ كلتها يوم ولا اتنين وش حتى يظهر ويبان. ولو ما بانش يا اخوي؟ هديك عملت محضر في المركز وزمانهم بيدوروا لك عليه، ولو ما عطروش فيه تبقى الارض نشجيه. انا مالي يا بيه؟ ايه يا رجب انت اصفريت وترعشت كده ليه؟ انا اصلي قلبي خفيف وما استحملش اشوف المناظر دي. يظهر انه كان عزيز عليك قوي قوي. امال يا بيه، ده جوز اختي وابو عيالي. كده انت جاوبت على سؤالي اللي كنت هساله لك. ليه هو السؤال كان ايه يا بيه؟ كنت هسالك الجثه دي اللي لقيناها في الترعه جثه شحاته جوز اختك ولا لا؟ لا لا لا، هو يا بيه هو بعينه شحاته. تفتكر يعني مين قتل ورماه في الترعه؟ العلم عند الله يا بيه. أني لا أعرف عن حكاية القتل دي حاجة ولا حاجة. وانت يا نعيمة؟ أني برضو يا بيه، حتى الجوز أبو عيالي. أنا بسألك نفس السؤال اللي سألته الرجل، مين قتل شحاتة؟ هو واحد ما فيش غيره يا بيه. اسمه إيه؟ عفيف الكلام. اتكلم تاني يا بيه. هو انت اتكلمت ولا انا سمعت منك حاجة يا بيه؟ اصلا اتكلمت قبل كده في المركز. اتكلم تاني؟ ايوة تتكلم تاني عشان اسمعك بنفسي. وحضرتك مين؟ انا وكيل النيابة اللي بحقق في قتل شحاتة عثمان شحاتة. تعرفه؟ اللي عرفه ده اني شغال كلف مواشي في المزرعة بتاعته. كانت العلاقة بينكم شكلها ايه؟ راجل للراجل طبعا، هيكون غير كده. انا قصدي كان بيعاملك كويس ولا كان بيشتمك وبياكل حقك؟ لا هو كان طيب معايا وكان دايما يديني حقي وازيد من حقي. يعني ما حصلتش بينكم مشاكل كده ولا كده؟ مشاكل زي ايه يعني؟ انا اللي بسأل يا عفيفي. ايوه الحمد لله ما كانش فيه بينا مشاكل نهائي يا عفيفي. نهائي؟ هي فيها دي نهائي ومش نهائي.
لا مفيش مشاكل. كنت تعرف انه على علاقة بمراتك؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ايه، ما كانش فيه علاقة بينهم؟ لا كان فيه يا بيه. والعلاقة دي كان شكلها ايه؟ وكان دايما يبعت لها معايا هدايا او يبعت لها قرشين، طيب القلب يعني، اصله كان طيب قوي قوي يا بيه. في كلافين غيرك بيشتغلوا في المزرعة شحاتة؟ اني الاساس، وفي اتنين بيساعدوني. كان طيب معاهم برضو زي ما كان طيب معاك انت ومراتك؟ لا، اني بس ومراتي بس، والاتنين التانيين دول كانوا بياخدوا بالقديمة. والسبب؟ معرفش، انما لما كنت اسأل المرحوم عن السبب كان يقول لي انت طيب وغلبان وفي حالك يا عفيفي. عفيفي؟ ايوه بيه. البوليس عمل تحريات واثبت ان كان في علاقة غير شرعية بين مراتك وشحاتك، ايه رأيك في الكلام ده؟ ايوه، وانا اقدر اكدب البوليس يا بيه. يعني الكلام ده صحيح؟ ايوه صحيح. وعرفت بقى ازاي ان في بينهم علاقة؟ عرفت من كلام الناس، ما الناس ما بتسيبش حد في حاله يا بيه. كويس قوي، ولما علمت عملت ايه بقى؟ ما سكتش طبعا، وجريت جري على الحج. حج؟ حج مين؟ الحج فرج. فرج؟ مين الحج فرج ده؟ انت اتخبلت في عجلك يا ولاه. طب وكتاب الله اني ما بكذب عليك يا بالحق. طب اديني امارة عشان اصدقك. اديك امارة ازاي واني لا شفته داخل بيتي ولا طالع منه ولا حتى زبطته في يوم من الايام ما عديله جوه البيت؟ امال جبت الكلام ده منين؟ من الناس كوتني بالكلام في الرايحة والجاية. ومراتك ما شفتش عليها حاجة؟ حاجة زيه يعني. يعني متغيرة من ناحيتك؟ عطاك وش غير الوش؟ مش شايفة طلباتك؟ حاجة من دي يعني؟ ابدا يا بالحاج، قال لي ومراتي سمنة على عسل، بس العسل ده مش نازل لي من زور، لأن قلبي بيقول لي انه عسل مغشوش. انت اتكلمت مع شحاتة في الحكاية دي؟ وانا استجرى يا بالحاج، ده سيدي وتجراسي وبيأكلني عيش وفتح بيتي من خيره، بس انا تعبان قوي، تعبان قوي قوي يا بالحاج قوي. اخص عليك يا عفيفي، فيه رجل يا ولا يعيط كده زي النسوان؟ بني غلبان غلبان يا بالحاج، وصحتي على جدي، وما اقدرش اقول لش حتى تلت التلاتة كام، انا مهزوم مهزوم يا بالحاج، والنار ولعه في قلبي. طب بطل عيط باقي وروح لحالك السعادي. هتكلم يا بالحاج؟ ايوه هكلمه، وقبل ما اكلمه هتحرم نفسي واشوف الحكاية دي ايه بالظبط، ولو طلع الكلام ده بصحيح هقطع رجلي شحاتة عن بيتك وعيالك. ها، والنتيجة كانت ايه؟ النتيجة لما مش فاهم. شحاتة قطع رجله عن بيتك؟ لا هو استفرد بيا في المزرعة وفاني وقعك يا عفيفي لما ايديه كلت وقرم جدتي. واحد غيرك في الظروف دي كان ممكن يعمل ايه؟ يكتر شحاته ويطفي ناره. ايوه، خلاص نارك انطفت بعد ما قتلته. انا ما قتلتوش يا بيه. الكذب مش هينفعك يا عفيفي. يا بيه انا لو عاوز اقتله ما كنتش جريت على الحج فرج واشتكيت له وتوجعت في عرضه يحوش عني وعن بيتي. امال مين اللي قتل شحاته؟ ما اعرفش يا بيه. اقفل المحضر عقب اثبات ما تقدم، وقررنا حبس المدعو عفيفي محمد الغلبان 4 ايام على ذمة التحقيق. كل كلمة قالها عفيفي صح. ايوه، شحاتة كان دايس بيته والواد مش قادر يعمل معاه حاجة. كان ممكن يجي لنا المركز هنا ويبلغنا. يا سيادة الرائد، عفيفي ده واد غلبان وتفكيره على جده، وغير كده بيخاف على لقمة عيشه زي عينيه. يعني عفيفي ما قتلش شحاتة ولا يقدر يقتل فرخ؟ طب ده شحاتة بجبروته ضربه حتة علقة بعد ما اتكلمت معاه، ولا قدر عفيفي يحوش الضرب عن نفسه.
انت اتكلمت مع شحاتة بخصوص العلاقة اللي بينه وبين مرات عفيفي؟ ايوه اتكلمت، اتكلمت عشان اعرف الحكاية اصلها ايه وفصلها ايه. وشحاتة قالك ايه؟ وانت من امتى بتعمل له حساب يا شحاتة؟ وهو اللي زي عفيفي دي يتعمل له حساب؟ انا بس خايف يطب علينا واحنا مع بعض وما اقدرش ارفع عيني في عينه بعد كده. اذا كان عني مش حاممني يهمك انت برضو يا شحاتي. يا عديل يا عديل، ده حته تكلف عندي وما يصحش يبصلي بصه كده ولا كده. ما قلتلك اتطلق منه ونتجوز، مش عاجبك؟ نتجوز؟ نتجوز ليه بس؟ ما احنا كده كويسين. واخره اللي احنا فيه ده ايه؟ ايه انت زهقت مني ولا ايه يا عديله؟ وهو في واحده في الدنيا تزهق من اللي بتحبه؟ طب داني منى عيني احطك في عيني واتكحل عليك وما تغيبش عني دقيقه واحده. واني كمان يا عديل. خلاص بقى نتجوز. قلت لك جواز لا. تبقى خايف من نعيمه مراتك؟ نعيمه؟ نعيمه دي ام عيالي وبس وملهاش كلمه علي. وبصراحه بقى الجواز دي بيكره الواحد في اللي بيحبه، واني بحبك يا عديل. يبقى خلاص مش سعادي ما تجيبش سيرة عفيفي على لسانك قدامي وتحرق دم. انا كرهاه ومحدش غصبني على العيشة معاه الا انت. سمعتني بقول لك ايه؟ سمعت ده الكلام اللي قاله لي شحاتة بعظمة لسانه. لما واجهته بكلام عفيفي. وكان رد فعلك ايه بعدها؟ اقسمت عليه يمين ان لو عدت ببيت عفيفي بعد كده هخسره العمر كله وهصف الحساب اللي بينه وبينه. وهاخد منه كمان 100,000 جنيه اللي انا اسأله بيهم ودفعة واحدة. بس التحريات اكدت انه كان على علاقة بمرات عفيفي لحد يوم الحادث. مش فيه مثل بيقول ديل الكلب ما ينعدل لو علقه فيه جالب؟ وبينه وبينك لو الواد عفيفي مخه صحي وصحته مش تعبانه كان قتل شحاتة ده من زمان. امال مين اللي قتل شحاتة؟ شحاتة كان ماشي وبطال يا بيه امشي وراه في السكة اللي كان بيمشي فيها وانتوا توصلوا للقاتل. طيب انت تعرف شحاتة من امتى؟ من يوم ما ابتدى يشتري مني مواشي وعقول بالجملة. ايوه، ويبيعها في العزب والكفور بالقسط. طيب طيب، عندك كلام تاني تحب تقوله؟ ايوه، ليا في ذمة المرحوم شحاتة 100,000 جنيه، ولو سمحت تثبتهم في المحضر عشان احفظ حاجة. مرق كده عشان تفكرنا يا سيادة الرائد. انا توقعت انه يؤيد اتهامنا العفيفي بقتل شحاتة، وللأسف مفيش حاجة نستند إليها في اتهامنا العفيفي دلوقتي غير التحريات، والتحريات بدون دليل كأنها لم تكن. اعتراف عفيفي ممكن يخرجنا من الحيرة دي وتنتهي القضية. عفيفي مش هيعترف يا سيادة الرائد. أنا حاولت معاه بشتى الطرق مفيش فايدة، مصمم على الإنكار، ومفيش قدامي غير حل واحد. إيه هو يا سيادة الوكيل؟ أفرج عن عفيفي بالضمان المالي ونحطه تحت المراقبة من لحظة الإفراج عنه، لأنه محتمل انه يوصلنا الدليل بحسن نية اذا كان هو القاتل. ولو مش هو القاتل ممكن نوصل عن طريقه للمتهم الحقيقي. وامتى هنفرج عنه يا سيادة الوكيل؟ هو شحاتي غيرك انت يا عفيف. شش، وطي حسك لا توديني في داهي. قتلته ولا لا؟ لا ما قتلتوش. كدب في عطل وشك. انت زعلان عشان ولا ايه؟ مش شغلك باجي. ايه يا ولي، واني كل ما اسألك عن حاجة تقولي لي مش شغلك؟ واني مش راجل ولا ايه؟ لا مش راجل. عيب عيب كده، اني جوزك يا عديلة. جوز؟ جوز مين يا جوز؟ ده انت ما حصلتش جوز شربات. طب علي النعمة اللي كان لازم يتقتل هو انتي. ايه عاوز تقتلني كمان زي ما قتلت شحاتي يا سفاح؟ سفاح؟ ها
أنا سفاحة. أيوة، اللي يقتل واحد واتنين يبقى آخر سفاح. أنا ما قتلت الشحاتة، ما قتلتوش. لا قتلت. لا ما قتلتوش. أمال مين بقى اللي قتله؟ الحق فرج. إيه؟ الحق فرج؟ اللي كان شحاتة بيشتري منه العقول؟ أيوة، هو ما حدش غيره اللي قتله. وما قلتش الكلام ده في النيابة ليه؟ خفت. خفت من نيابي؟ لا من الحق فرج، ما هو ممكن كمان يقتلني زي ما قتل شحاتة. انت شفت فرج وهو بيقتله؟ لا ما شفتوش. امال جبت منين الكلام ده يا ابو مخ زينخ؟ اقول لك وما تجيبش سيره لحد. لا قول. انت مديون لي ب100,000 جنيه وهتدفعهم ورجلك فوق رقبتك. ولو ما دفعتهمش يا فرج هاخد عمرك قصادهم. اني محدش ياكلني. انت مش معاك شيك عليا بالمبلغ؟ ما تقدمه للنياب. الشيك اثبات حقي وبس، لكن عمري ما اشتكيت حد في النيابي ولا عمري هعملها. انا حقي اخده بايديا يا شحاتي. خلاص اصبر علي اكتر من كده. صبر ما تحملش. وانا هجيب لك مبلغ زي ده منين دلوقتي؟ مش شغلي. انت بعت كل العقول اللي خدتها مني وقبضت تمنها. يا حاج فرج، انا ببيع للفلاحين بالقسط ولسه ليالي فلوس عنده. برضه مش شغلي. وقدامك يوم بليله يا شحاتي، لو ما سددتش المبلغ بالكامل تبقى الجاني على نفسك. هتعمل ايه يعني؟ هتقتلني؟ مش انا اللي اقتلك. لا قالي ما وسخش ايدي بدمك. انا هكلم اصغر راجل من رجالتي يخلص عليك. مبسوط يا عفيفي؟ أنا مالي مالي أنا بالحق. ده حساب بيني وبينك. تدخل عفيفي ليه؟ محدش قلبك عليا إلا هو، وكل كلمة يقولها لك عني تصدق. خلينا في موضوعنا. يوم بليلة يا شحاتي، يا 100,000 جنيه يا عمرك. ولما أنت عارف الكلام دي ما قلتوش ليه في النيابي؟ ماني قلتلي خايف من حق فارق. هيعمل فيك ايه يعني؟ يقتلني زي ما قتل شحاتي. ها؟ هو انا بديك الساعة؟ رايحة فين يا عديلة؟ عديلة! رايحة المركز عشان اوديك في داهية انت وفرج. بلاش يا عديلة! بلاش! ارمي الويسكي! اعمل شر تلقى. بقينا دافع عن عفيفي واقول انه ما قتلش شحاتي، يقوم يتهمني اني بقتله. هددت شحاته بالقتل قدام عفيفي ولا لا؟ ده كان كلام بهدته بيه عشان اخد منه فلوسي. ايوه، ما ده صف جبان ما يجيش الا بكده. انا عاوز اجابه واضحه ومحدده، قتلت شحاته ولا لا؟ لا ما قتلتوش. ممكن تكون ما قتلتوش بايدك وكلفت واحد من رجالتك يقتله. ما حصلش يا سيادة الرأي. يعني عفيفي كذاب؟ لا مش كذاب، وانا بالفعل هددت شحاتة بالقتل، بس قلت لسعادتك ده كان كلام ومن ورا القلب. امال مين اللي قتل شحاتة؟ سعادتك سألتني السؤال ده قبل كده وقلت ما اعرفش، لكن دلوقتي بس اعرف. طب ما تقول لنا مين هو القاتل. عفيفي. عفيفي؟ ايوه عفيفي يا سيادة الرأي، والدليل على كده انه بيبعد الشبهة عنه وبيتهمنا اني بقتل شحاتة. انا عاوز دليل قاطع ان عفيفي هو القاتل. عفيفي جاني امبارح واعترف لي بقتل شحاتة. وعاوزنا صدقك. اشمعنى صدقت عفيفي لما قالك ان اني اللي قتلت شحاتة؟ ايه واحدة بواحدة يعني؟ لا يا سيادة الرائد، لا لو مش مصدقني ان عفيفي اعترف لي بقتل شحاتة امشوا وراه وراقبوه، ولا اضغط عليه وهو يعترف. عفيفي مش هيعترف، وسبب وقلت لك الكلام ده قبل ما نتكلم عن عفيفي. انا عملت تحريات عن رجال اتفرج بارشاد عفيفي، وثبت ان كلهم مالهمش علاقه بقتل شحاته. كويس. حتى فرج نفسه وقت الحادث كان على سفر،
كان بيلف الارياف عشان يشتري مواشي وعجول ويتاجر فيه. ننسى بقى عفيفي وفرج ونركز على شحاتة. المجني عليه بالظبط كده. الثابت في التحريات ان شحاتة كان مغرم بالستات. وده يوصلنا لايه يعني؟ للقاتل الحقيقي، صاحب المصلحة اللي دافع عن شرفه وكرامته وقتل شحاتة. الكلام ده واضح يا سيادة الرائد؟ واضح يا سيادة. حكاية جوزي مع عديلة دي إلا من عفيفي جوزها، لما يبيجاني البيت يشتكي لي ويقول لي بعدي عنها. ولما عرفتي الكلام ده عملتي إيه؟ رحت لأخويا رجب قلت له الحكاية وقلت له تصرف. بصراحة يا بيه شحاتة دي كان طول عمره ديله مش طاهر، وكل بلد يروح يقط فيه. وليه خبيت الحقيقة دي عن اختك وقلت لها ان مفيش حاجة بين شحاتة وعديلة؟ اختي ولازم عجلها عشان ما تخربش بيتها. شايفك بتتألم من ناحية جنبك الشمال، ومن ساعة ما عدت قدامي حطت ايدك عليا. اصلي عامل عملية المصران الاعور والجرح بينزل دم، حتى شوف. بس المصران الاعور في الجنب اليمين مش الشمال. يعني ايه؟ وريني الجرح كده. انا اللي قال لي علبة سجاير ودي اللي لقيتها مرمية هنا في الركن على الترابيزي. ماني شيعت له يجي، مش انت كنت عاوز تقابله عشان تصالحه على نعيمة؟ وما استنانيش ليه؟ الساعة واجك وكان مستعجل. بس تاني بقى اديته لما لهيته وقلت له نعيمة دي ما تلقاش دفارها ابدا، ووعدني يصالحي وياخد بخاطري. على العموم كتر خيرك وقالته يصدق في كلامه. عاوز تقول ايه بالظبط؟ عايز اقول ان دي كانت اول نوبة اتأكد فيه ان شحاتة بيدخل بيتي في عدم وجودي زي ما بيعمل مع عفيفي، ومفيش جمعة ولقيت علبة سجاير في نفس المكان، ممسكتش نفسي. احلفلك بايه؟ ان مفيش حاجة بيني وبين شحاتة، وعشان تصدقني اني هسحبهولك هنا في البيت واعمل فيه اللي انت عاوزه، ان شاء الله تقتله حتى. عليه مع وداد اتفاجأ بيها شحاتة، وقبل ما ينطق بكلمة كنت مخلط خشبة فيها طرف حديد، وقبل الفجر حطيته في شوارع وداد ورحنا عالترعة ونمناه فيه. ما هي مغام ساعدتني بقتله تبقى بريئة من كلام الناس وظن اللي كان حيقتلني. لو كنت سألت عين من عيالك كنت عرفت انها كانت على علاقة بشحاتة. عارف يا بيه، عارف وبقول كده بس عشان ما لطخش عيالي بعره. وهكذا يا حضرات المستشارين انتهت التحقيقات بإثبات أركان الجريمة التي ارتكبها المتهم وساعدته فيها زوجته. كما حضوريا بمعاقبة المتهم رجب عبد التواب بالإعدام شنقا، وبمعاقبة المتهمة وداد الخشن بالأشغال الشاقة المؤبدة نظير ما نسب إلى كل منهما. رفعت الجلسة.